يلا بينا على الراديو 90 90، بنرجع لكم تاني في بداية الساعة التانية، وموجودة معاكم رضوى حسن وزميلتي رغدة شيمي، بتعتذر عن حلقة النهاردة، هتكون موجودة ان شاء الله في حلقة يوم السبت الجاي. واحنا في حلقتنا خلاص يعني فاضل ايام قليلة ونبقى بنستقبل سنة جديدة 2022، حابين كده معاكم يعني نكلم رواد الاعمال اللي كانوا منورينا وضيوفنا وكنا معاهم طول السنة في كل حاجة بيحققوها، ونحتفل معاهم بنهاية سنة وبداية سنة جديدة، يحكوا لنا أكتر إيه النجاحات اللي شافوها في 2021 ومستنين إيه من 2022. يمكن التكنولوجيا المالية، فكرة استخدام التكنولوجيا في أننا يعني نبقى بندفع مثلا يعني المدفوعات الخاصة بينا من خلال الموبايل، أو بنستخدمها في أننا حتى نعمل جمعيات من خلال الموبايل، دي أكيد بقت حاجة مهمة، ومجال التكنولوجيا المالية من أهم المجالات يمكن يعني المرتبطة بريادة الأعمال. تطبيق الجمعية كنا دايما بنتكلم عنه في يلا بينا، وبنتكلم عن فكرته المختلفة، انك تقدر بدل ما تعمل جمعية تقليدية لا تعملها من خلال الموبايل. الحقيقة ان التطبيق ده يعني اشاد به مؤخرا دكتور محمود محي الدين، وهو من اشهر واهم خبراء الاقتصاد في مصر وفي العالم، فعشان كده يعني احنا مبسوطين ان معانا على التليفون ندى عبد الرحيم مدير العمليات بتطبيق الجمعية، تحكي لنا اكتر عن أهمية الإشادة دي بالنسبة لهم، وكمان تفكرنا بفكرة التطبيق وتحكي لنا عن الجديد في 2022. مساء الخير يا ندى. مساء النور يا رضوى، ازيك؟ عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ منورانا. ايه ده بنوركو، وحقيقي يعني احنا بقينا بنتفائل بالقول اللي بتحصل معاكو، ان احنا يعني كنا مع بعض كل سنه تقريبا، وكل سنه كنا بنبتدي السنه معاكو، وكان الموضوع بيبقى ايه بداية سنة حلوة وجميلة يعني. يا رب السنة اللي جاية تبقى كده. يا رب يا رب يا ندى اكيد، واحنا كمان بنتفائل لما بتبقوا معانا وانتم محققين نجاحات اكتر واكتر كمان. تعالي كده نفكر كل مستمعي راديو 90 90، يعني اللي ما يعرفوش كتير عن ابلكيشن الجمعية، ايه هو الجمعية وازاي ممكن يسهل عليهم الجمعيات، خصوصا ان احنا سنة جديدة بقى بتبقى بداية كده لان احنا عايزين يعني نعمل جمعيات ونحوش وكده. بصي دي هو الجمعية كفكرة، الجمعية دي فكرة أصلا موجودة من زمان جدا وفي دول كتير، حتى مش مصر بس. هي financial tool للناس، إن هي تقدر تحوش، تعمل plan لعدد شهور جاي علشان توفر مبلغ معين، تقدر تعمل بيه حاجة معينة هي عايزة، تسافر، تروح عمرة، مصاريف مدارس، تشتري حاجة، تحوش جزء من دخلها. فدي فكرة الجمعية أصلا. بس طبعا الفكرة الترديشنال كان ليها مشاكل كتير جدا، زي الناس بقى بتقعد تتخانق مع بعض على الأدوار، ومين هيبدأ المدى الأول والآخر دي حقيقة، وكمان الجزء اللي علاقة بالبرايفسي، ان انت تبقي داخلة مع ناس تعرفيها غالبا تبقي تعرفيها، فكل اللي انت داخلة معاهم عارفين انت تدفعي كام وهتقبضي امتى، ففي جزء كده. وفي جزء تاني طبعا ليه علاقة بالضمانات، ان حد بقى يقبض وما يدفعش بعد كده، او يبقى يعني يتعثر مثلا او اي حاجة، فباقي الناس يعني يحصل لها مشكلة بسبب الشخص ده. كمان الجزء بتاع الكاش كولكشن، الناس بقى بتقعد تلف على بعض وتدور على بعض علشان تديكي تجمعي عليك علشان تديكي القسط ومش عارفة ايه، فكل المشاكل دي اتحلت مع وجود الابليكيشن، لان كل اللي انت بتعمليه انك بتنزلي الابليكيشن، تدخلي تلاقي جمعيات مختلفة ببالغ وشهور مختلفة تناسب كل الناس، تختاري الدور اللي انت عايزاه ببرايفسي كاملة جدا، مبقاش في اي انفورميشن، اي معلومات عن الشخص يعني ظاهرة على الابليكيشن، بتقبضي وبتدفعي وتقبضي في مواعيد ثابتة، بغض النظر بقى عن الناس اللي داخلة معاكي في الجمعية هم مين، انا عارفاهم ولا لا، هم مين دفعوا، ولا حد منهم متأخر ولا ما تأخرش، انت مش داخلة في كل الهاسل ده. وطبعا بيوفر لك بقى ان انت يعني وانس ان انت قررت ان انت عايزه تدخلي جمعيه، بتدخلي سبوت، مش بقى ايه تجمعي 10 افراد أيوة. او اكتر. فده الابلكيشن، فالحمد لله يعني الفكره لقت صدى كويس جدا عند الناس على مدار يعني السنين اللي فاتت. واحنا السنه دي معاكم بنحتفل، يعني بنقفل السنه دي بنحتفل بان احنا معانا 50,000 يوزر،
على الابلكيشن بيستخدموه. رائع. بالظبط، الحمد لله. إن شاء الله السنة الجاية يكتروا أكتر وأكتر كمان يا رب إن يا شاء رب الله. يا رب إن شاء الله. وكلهم يعني فكرة الضمانات دي، عشان الناس كتيرة لو بتفكر فيها يا ندى، انتوا بتبقوا مدين كل الضمانات الكافية لانه الجمعية هتوصل في ميعادها، وانه الشخص بقى مش محتاج خليني يقلق على الفكرة دي خالص. بالظبط، خليني اقول لك اصلا ان برضو في جزء ظريف جدا حاصل، هو كان دعم من الدولة او من البنك المركزي للافكار دي على مدار السنين اللي فاتت. كانوا ابتدوا عايزين يعني يدخل، عايزين يقننوا اوضاع كل الابلكيشنز او يزودوا كل الافكار اللي بتتعامل في التكنولوجيا المالية. بالظبط، الفاينانشال تكنولوجي يعني، علشان طبعا ده اتجاه الدوله ان احنا رايحين ناحيه الشمول المالي والحاجات دي. ف السنه اللي فاتت كنا بنتكلم معاكي في ان احنا بنقول ان احنا الموضوع ده ابتدى يبقى فيه توجه من الدوله ناحيته. السنه دي احنا طلع اول رخصه تجريبيه من البنك المركزي لينا ان احنا نقدر يعني بنمارس الموضوع ده بشكل ليجري اكتر وموثق اكتر وقانوني اكتر. فده جزء يطمن اي حد داخل، ضمانه كبيره جدا. بالظبط، الموضوع تحت اشراف الجهات المعنيه بالموضوع في الدوله يعني. الجزء الثاني طبعا لليوزرز بقى، انه طبعا بيبقى فيه ضمانات. انا كل حد بيدخل بيبقى بياخد منه شويه ضمانات بس بسيطة جدا، أبسط من إن هو مثلا كان يروح يفكر ياخد قرض من البنك أو يعمل حاجة أصعب من كده. هو مجرد بيجي ياخد، ناخد منه إثبات دخل، بطاقته، طبقه ده أكوردنج للمبلغ اللي هو داخل بيه والدور اللي هو داخل بيه، ويبقى فيه عقد بيننا وبينه بيمضيه يضمن له حقه، مكتوب فيه كل التفاصيل اللي هو اتفق معانا عليها، دوره وهيقبض إمتى وإزاي وكل التفاصيل، بيبقى بعقد موثق بيمضيه بيننا وبينه. هايل هايل، فكده مفيش أي قلق، فكرة الأمان موجودة تماما في الجمعية. طيب عايزين نتكلم بقى عن حاجة أعتقد مهمة جدا جدا حصلت للجمعية، يعني كفريق عمل ليها علاقة بنهاية السنة كده، وإشادة مهمة من دكتور محمود محي الدين اللي أشاد بالمشروع على موقع لينكد إن. احكي لنا يعني، أولا قول لنا الإشادة دي كان مكتوب فيها إيه، واحكي لنا بقى فرقت معاكوا إزاي يا ندى. احنا كنا احمد محمود الفاوندر لابلكيشن الجمعيه كان منزل بوست بنحتفل بيه، بان احنا مضينا مع بنك اسكندريه برضو. ده اذا خطوات يعني متتاليه يعني لخطوه البنك المركزي. فالبوست كان ان احنا بنحتفل بان احنا يعني نوعا ما ممكن نقول ان احنا sponsored by Bank اسكندريه. تمام. فالحقيقه اتفاجئنا جدا واتبسطنا جدا جدا من البوست بتاع دكتور محمود، لان احنا مش على علاقه شخصيه بيه، لكن هو شجع جدا الفكره وقال ان هو قد ايه مبسوط بيها وقد ايه متابع التطور. مشروع رائع ومميز. بالظبط. احنا يعني اتبسطنا جدا، وانا يعني حابه اشكره بالنيابه عن احمد وبالنيابه عن التيم كله، لان هو فعلا اسعدنا جدا. ودي شهاده يعني نفتخر بيها، ويعني من الحاجات اللي الانجازات اللي هنحطها يعني عندنا الفقره اللي جايه. اكيد اكيد، لانه يعني فكره دعم الشباب ودعم اصحاب الشركات الناشئه طبعا دي بتفرق جدا، خصوصا لما تبقى جايه من احد الخبراء في مجال الاقتصاد يعني على مستوى مصر والعالم. ده هيشجعكم اكتر تعملوا ايه في 2022 بقى يا ندى؟ والله انت معاكي حق، دي حاجات تفرق جدا جدا، وانا يعني من عندك بقول لكل الناس اللي قادره ان هي تشجع كل الستارت اب ان هي تعمل كده وما تترددش ابدا، لان ده بيدينا باور كبيره جدا لان احنا نعمل اكتر وان احنا نكبر اكتر. وده الصراحه بيحصل ومساعد الايكو سيستم جدا في مصر ان هو يعني يتطور بشكل سريع جدا. احنا ناويين على ايه في 2020؟ ناويين ان شاء الله السنه الجايه نجراف بقى اكتر. لو السنه دي احنا بنحتفل ب 50,000 يوزر، فان شاء الله يبقى اضعاف الارقام دي السنه اللي جايه. كمان فتحنا لاينز، او يعني فتحنا وبنفتح لاينز جديده علشان تساعد الناس اكتر ان هي في احتياجاتهم، يعني زي ان احنا بقى
جزء ليه علاقة بمصاريف المدارس والجامعات يقدروا يقسطوها عن طريقنا، ودي طبعا تبقى من أكتر حاجات الهدك والبلقات على الأولياء الأمور والطلبة. فده الجزء الكبير اللي احنا رايحين له إن شاء الله الفترة اللي جاية إن شاء الله. بلس بقى كل يعني موضوع مش يعني احنا لقينا إن ناس كتير جدا بتاخدي الجمعية علشان انت عايزة تعملي حاجة بيها، تشتري حاجة، يعني لو قبضتي جمعية يوم واحد يوم ثلاثة بتبقي صرفتيها. انا ما بعملش الحاجة المخططة يعني، بقى تعمل حاجات تانية. لا بالعكس، دي لا ده جزء وده جزء تاني. لا بالعكس، الناس بتبقى عايزة تشتري، بيبقى عندها حلم حتى لو حاجة بسيطة، سواء من اول ان انت عايزة تغيري الموبايل بتاعك لحد زي ما انا بقول لك مصاريف المدارس او الجامعة او الجواز. فابتدينا ندخل معانا برودكت الناس تقدر تدخل تاخد الجمعيه وتشتري بيها على طول، بيها على طول عشان ما يبقى لهمش حاجه على طول. بنحاول نوفرها لهم جدا بشكل مخفض نوعا ما علشان لليوزرز بتوعنا يسهلوا عليهم طبعا، وتبقى بالزبط. حاجه مميزه ليهم بالظبط. بنتمنى لكم كل التوفيق يا ندى ليكي، وطبعا بنوجه تحيه كبيره لاحمد محمود مؤسس تطبيق الجمعيه ولكل فريق العمل، ويا رب دايما في نجاحات، وكل سنه نبقى بنحتفل معاكم كده بكل جديد للجمعيه. يا رب ان شاء الله. شكرا ليكي جدا، وانت من الناس اللي بتشجعينا دايما، وزي ما قلت لك بنتفائل بوجودنا معاكي كل سنه. واحنا سنة كمان سعيد عليكي ان شاء الله. شكرا يا ندى، سنه سعيده عليكي يا رب. شكرا جدا، نورتينا. ندى عبد الرحيم مدير العمليات بتطبيق الجمعيه.